منا عدلي القيعي، اهلا بيكي معانا في مكتبة ألف. انا اعرف ان انتي بتكتبي، بدأ كتابة من فترة. لو هتكتبي حاجة عن الزيارة لمكتبة ألف النهاردة وعن الصالون اللي لسه ما بدأش، هتقولي ايه؟ هقول ان ده اكتر سبب الناس المفروض ليه تتفائل، لان حاجة زي دي كان، مش هقول ما كانتش ممكن تحصل، كان ممكن تحصل، بس ما كانش ممكن نلاقي عدد ناس هنا كده قبل، مش 25 يناير يعني، او قبل الفترة اللي فاتت دي. فاقول ده يعني لو الناس برا شايفة ان مفيش امل والكلام ده، ييجوا هنا ويشوفوا بقى ان لا، في ناس بتفكر وفي ناس بتيجي كان ممكن ما تجيش قبل كده. طيب شايفة الشباب تنصحيهم بإيه وإنتي لسه في مقتبل العمر برضو، يعملوا إيه عشان يعيشوا حياتهم كويس من خلال القراءة؟ من ناحية القراءة يعني يتفائلوا وهم بيقروا، يعني ما يعني يخشوا جوه الكتاب كده ويصدقوا إنه مش بس اللي مكتوب في الكتاب، انه انا ممكن اكتب كتاب زي ده، انا ممكن ابقى انا اللي بيتقري لي الكتاب ده، او الكتاب ده يبقى عني، يبقى عن حاجة انا عملتها، ولو حاجة صغيرة قد كده يعني. مش بس يعني ما يبقاش في حيطة بيني وبين الكتاب اللي انا اقراه، خلاص بقى الحيطة دي تتكسر وابقى انا والكتاب كده جزء واحد، خلاص يعني ما بقتش صعبة. طيب تقولي ايه الشباب اللي هم مشجعين كرة القدم اللي بيحصل لهم مشاكل من خلال التشجيع، وهم كمان بيعملوا مشاكل مع المسؤولين وكده نتيجة عدم وجود القناة الحوارية ما بينهم؟ بالراحة يعني، عايزة اقول لهم بالراحة، عادي ان احنا نشجع كورة، وعادي ان احنا نشجع كورة قوي كمان، وابقى بحب الاهلي قوي يعني، ده ما اسموش تعصب، ما فيش مشكلة ان انا ابقى بفكر في الاهلي 24 ساعة، ما فيش مشكلة، بفكر في الزمالك 24 ساعة، ما فيش مشكلة، بس افكر بالراحة وافكر في حاجات تانية جنبه، واعرف امتى انه ما فيش مشكلة، ممكن ما نروحش الماتش ده عشان لو عارفين انها هتحصل مشكلة، اكيد لما عددنا هيقل المشكلة هتخف، لا لازم نروح عشان نشجع، عشان عددنا محتاجينه النادي بتاعنا. بس فبالراحة يعني، ممكن اشجع جامد بس بالراحة في نفس الوقت.